أهلا بكم. على صفيح ساخن يكتب مقالاته وينشر بإيمان راسخ عن الوطن الذي تحطم في ظل معركة بلا قيادة، كما ورد في أحد مقالاته، هو صاحب مقولة لو أن للوحدة اليابانية حسنة واحدة أنها عصمت دماء الجنوبيين طوال 21 عاما لكفاها ذلك. كتب معتذرا للشعب الياباني عن كل حرف كتبه مناصرة للانفصال، وطلب المسامحة من اليابانيين. له عشرات المقالات المؤثرة والمنصفة والناقدة، منها ما هو محلي ومنها ما هو عابر للحدود. صحفي يحظى بشعبية كبيرة ويتميز بالشجاعة والصراحة في مواجهة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ينحاز لليمن الموحد ولهموم الناس ولا يعترف بالاتجاهات. الجميع عنده يمنيون، الحياة لديه كلمة وموقف، لم ينجو من الانتقادات والتهم، تصل في أحيان للتهديدات بتصفيته، حتى بات شخصا ملهما لكثيرين. لا شك أنكم عرفتموه، نعم إنه هو فتحي بن الأزرق، الصحفي المرموق ورئيس تحرير صحيفة عدن الغد، في ضيافة برنامج بالتفصيل على قناة اليمن اليوم. فأهلا به وبكم في فضاء الحقيقة. أهلا بك فتحي. أهلا وسهلا أستاذ أنور، أنا سعيد أننا ربما للمرة الخامسة في ضيافة قناة اليوم، قناة اليمن اليوم، قناة كل اليمنيين، وبإذن الله تكون لنا لقاءات كثيرة خلال الفترة القادمة. أولا أنا أشكرك على تلبية دعوتي للبرنامج بالتفصيل، رغم ظروفك أنا أعرفها الحص يعني الضيقة. كان نداء يجب أن نستجيب له، لأن في الأخير نحن أيضا بحاجة أن نقول أشياء كثيرة، أن نطل على الرأي العام لكي نتحدث في ظل هذه المرحلة الهامة والحساسة من تاريخ الشعب اليمني. فتحي، بداية دعنا والمشاهد الكريم يعرف من هو فتحي بن الأزرق، لأنه بعيدا عن الصفة، عن المهنة، عن أشياء كثيرة يعرفونها عنك من خلال ما تكتب، من خلال ما يطلعون عليه، وجه آخر، وجه مهني، لكن نريد أن نعرف من هو فتحي. فتحي مواطن يمني من مواليد قرية السلامية محافظة أبين مديرية لودر. عشت جزء من حياتي في محافظة تعز عقب أحداث 1986، عشنا الجزء الأكبر في محافظة عدن. حاليا أعيش ما بين محافظتي عدن وأبين. أرأس منذ العام 2010 رئاسة تحرير صحيفة ومؤسسة عدن الغد، كاتب صحفي. في الأخير أنا أرى نفسي مواطن يمني، جزء لا يتجزأ من 30 مليون يمني. هناك من كان يظن بأنك من أبناء محافظة تعز، يعني ما أدري ما سبب هذا الأمر. يعني الجزئية هذه جزئية لطيفة. أولا الانتماء لتعز شرف كبير، وتعز في الخارطة اليمنية محافظة أثرت اليمن، محافظة قدمت ربما تاريخ كبير من الفن والثقافة والتعليم والتجارة والسياسة على كافة الأصعدة. إذن الانتماء لمحافظة كتعز هو انتماء عظيم، لكن أنا حقيقة فقط عشنا بسبب أحداث 1986 تقريبا من 86 إلى 91، ثم عدنا إلى عدن وأبين، لكن فترة طويلة يعني. نعم، كانت بسبب الاضطرابات السياسية، لكن حالة الخلط هذه ربما استخدمت كعمل نكاية سياسية من قبل بعض الأطراف، خصوصا في الجنوب. كثير من الأطراف حينما تريد أن تشيطنك تحاول أن تنفي عنك حقوق المواطنة المتصلة بمحافظتك أبين أو عدن أو غيرها، فيذهبون إلى جزئية أنه هذا أيضا ليس منك، هذا عاش في تعز. نعم، رغم أنه في الأخير هي محافظات، مناطق جغرافية متعددة، لكن في الأخير كلها يمنية، والانتماء لصنعاء أو تعز أو حضرموت أو أبين هو انتماء مشرف اليمن بشكل عام.
تاريخ من عظيم وحضور إيجابي صح على المستوى العالمي. وأنا أعرفك أنك لا تعترف بالاتجاهات، لا شمال ولا جنوب نعم ولا شرق ولا غرب، نعم أنت تعترف باليمن الكبير. في الأخير أنا مواطن يمني، سمني من تعز، من عدن، من أبين، من صنعاء، كل الاتجاهات يمنية. من تمثل في كتاباتك؟ لمن تكتب؟ أنا بدأت حياتي الصحفية شخص انفصالي متطرف، ربما تحت ضغط حالة المظالم الموجودة في الجنوب، وهي للأمانة مطالب أو مظالم فعلا عادلة وبحاجة وتحتاج إلى حل سياسي، حل اجتماعي، حل اقتصادي في إطار المواطنة المتساوية اليمنية. لكن خلال السنوات اللاحقة للأسف الشديد الضرر طال اليمن بشكل عام، فرأينا البلد تشظت والمواطن في صنعاء، في عدن، في أي محافظة يمنية صار جزء من نكبة وطنية كبيرة استدعت أي كاتب أن يتخلى عن انتماءات الضيقة لينطلق لاحقا صوب انتماءات أكبر للانتصار للمساحة الجغرافية والسكانية الأكبر التي هي بين قوسين اليمن. أنا كنت فعلا متشدد فيما يخص مطالب الانفصال، لكن هذا لا يعني أيضا أن تقف ضد إرادة شعبية جامحة. تغيرت مفاهيمها، تغيرت الكثير من الأطروحات السياسية، خصوصا إذا ما رأينا أن اليوم أن اليمن كلها تعاني. عامة ارتبط اسم فتحي بالأزرق إلى حد ما بالكثير من المظالم التي حصلت ربما خلال عقد من الزمان. احنا اشتغلنا داخل عدن، اشتغلنا داخل محافظات يمنية كثيرة، فكنا من أين ارتبطت بالمظالم يعني كرافع لهذه المظالم، هي صحيفة نعم هي حينما انهارت الدولة. يعني أنا مثلا كصحفي قبل 2015 كنت أقابل عدد من المظالم، لكن في الأخير المواطن العادي هو في حينما تكون الدولة موجودة يذهب إلى قسم الشرطة، يذهب إلى النيابة العامة، يذهب إلى مؤسسات الدولة الأساسية، لكن حينما تسقط الدولة بشكل كامل يصبح الإعلام هو الساحة الوحيدة التي يلجأ إليها الناس. أنا أذهب صباحا إلى مكتبي أجد عند الباب ما لا يقل عن 6 إلى 5 إلى 7 حالات من الناس يوميا، يوميا بشكل يومي أصبح ضمير الشعب. هذه المظالم في الأخير هي تشكلك، تشكل رأيك، تشكل قناعاتك، تغير الكثير من المفاهيم التي اعتنقتها في وقت سابق. حالة المراجعة الفكرية، حالة التغير الحاصلة هي مرتبطة بشكل كبير جدا بما حصل في اليمن خلال السنوات الماضية. هناك اختلال كبير في المعادلة السياسية، اختلال في مبدأ العدالة المتساوية بين الناس. كل هذه الأمانة تنتج فكرة واحدة، أنك كصحفي تذهب إلى محاولة إنقاذ المجتمع بشكل كامل. المجتمع اليمني بحاجة إلى إنقاذ. المواطن في صنعاء لا يعيش بصورة طبيعية، أيضا المواطن في عدن، في مارة، في تعز، حالة المظالم المجتمع هذه تدفعك بشكل أو بآخر أن تسعى نحو مصالحة مجتمعية تخرج الوطن إلى بر السلام. ومن ثم بعد خروج الوطن إلى بر السلام أنت لن تتنكر أو لن ترفض أن هناك مظالم في الجنوب أو في الشمال أو في الوسط أو في الغرب أو في الشرق. الكل ظلم يعني طوال عقود من الزمن، تكونت مظالم كثيرة بنسب متفاوتة طبعاً. الحضارم لديهم مظالم، تهامة لديها مظالم، الوسط لديه مظالم، الجنوب لديه مظالم، تفاقمت بعد حتى نستطيع القول أنها تفاقمت في العشر سنوات الأخيرة. هي لا لم هي تفاقمت خلال عقود سابقة، لكنها انفجرت خلال 10 سنوات ماضية ووصلنا إلى ما وصلنا إليه، لأن للأسف الشديد كانت الرافعات كلها جزئية. فكانت أما رافعة جنوبية أو رافعة شمالية أو رافعة شرقية أو رافعة تهامية، نحن في مجمل القول بحاجة إلى رافعة وطنية يمنية ترفع كل هذه القضايا الوطنية طيب لإيجاد حل عادل لها. أستاذ فتحي، يعني واضح من حديثك أنه كان هناك تحول كبير يعني من 2007 يعني مع الحراك إلى الانفصال وبتشدد كما ذكرت بالضبط، ومنذ سنوات معدودة عدت إلى التمسك بالوحدة وأيضا بتشدد، بل تستدعي ماضي دولة الوحدة في معظم كتاباتك. الوحدة العادلة، أنا لا أبحث عن وحدة 94 بإخطاء بالمطلق، أنا أبحث وأشدد على وحدة 1990 التي
ذهب الجنوبيون إليها، ذهب الشماليون، ذهب كل أبناء الشعب اليمني على أمل أن تكون هناك دولة مواطنة متساوية وأن تكون دولة ترعى كل الناس. حدث اختلال في 1994، هذا الاختلال يجب أن يعالج، لكن في الأخير هذا الاختلال لا يمنحك حق المطالبة بهد الدولة بشكل كامل. الكثير من الأطراف أو الأصوات الجنوبية التي نادت بالانفصال هي نادت من باب أنها تسعى لإيجاد حل عادل للقضية الجنوبية، لكن القضية لاحقا توجر بها، اختلت المعايير، توجر بها تم المتاجرة بها بالضبط، دخلت أطراف دولية، تحولت القضية إلى قضية مضرة، لا أقول مضرة لكن تحولت الأجندة التي أدخلت داخل القضية فيها ضرر كبير للنسيج المجتمعي حتى في المحافظات الجنوبية والشرقية. أصبح الجنوب حاليا منقسم، وهذا أمر يعني أي شخص لا يمكن له إنكار هذا الشيء، حالة من الانقسام داخل المحافظات الجنوبية، حالة من التشظي، حالة من الصراعات. يعني مثلا الجنوب مثلا منذ 8 سنوات، من يحكم الجنوب منذ 8 سنوات؟ أو من يتصرف بإرادته؟ أو من يدير شؤونه؟ يعني واقعا إذا جئت أنت تتحدث عن الانفصال، انفصال واقع في الجنوب منذ 8 سنوات، سواء على مستوى العملة، على مستوى السلطات المحلية والإدارية، يعني على رغم أن كان الرئيس من المحافظات الجنوبية، رئيس الوزراء من المحافظات الجنوبية، قيادة المحافظات الجنوبية، يعني معقول هذا الكلام؟ الوضع هو حاصل انفصال، وبالتالي الوضع السيء يؤكد أن الانفصال ليس حلا، لا يمكن أن يكون حلا. أيضا الوحدة الظالمة أو الخاطئة أو التي فيها أخطاء أيضا ليست حل. نحن بحاجة أن تكون هناك عقد سياسي واجتماعي ينظم العلاقة فيما بين كافة اليمنيين، حيث أنا كمواطن من عدن، أنت مواطن من صنعاء، لدي نفس الحقوق، علي نفس الواجبات، أنت أيضا عليك نفس الحقوق، لك نفس الحقوق وعليك نفس الواجبات. المصالحة المجتمعية والسياسية عامل مهم في مرحلة ما انتقال ما بعد الحرب، ومن ثم معالجة كافة القضايا، بحيث معالجة هذه القضايا ممكن أن نصل إلى مرحلة من الهدوء. ربما نتحاور لاحقا. كان هناك يعني مشاريع لحل كثير من القضايا هذه، خاصة موضوع الحراك هي في 2007، وهناك لجان شكلت لهذا الأمر، وهناك يعني الدولة باهتمامها على رأسها الرئيس الراحل رحمة الله عليه علي عبد الله صالح، وكانت في حلحلة، وكان في يعني وصول. هي المشكلة أن المعالجات كانت قاصرة، كانت بطيئة، وحالة السخط الشعبية، رغم أن الملف كان يملكه عبد الرب منصور هادي ومن معه، بس في الأخير هناك رئيس وهناك دولة وهناك مؤسسات، كان يفترض أن تعالج هذه القضايا بسرعة كبيرة. أعتقد أنها كانت يمكن لهذه الحلول إذا ما اتخذت خلال تلك الفترة، أعتقد كنا سنصل إلى حل كبير. طيب، فيما يخص ملفات القضية الجنوبية، لكن للأسف الشديد هي ليست قضية الرئيس السابق، لكن هي قضية المعادلة السياسية اليمنية، دائما تؤجل القضايا، تؤجل المطالب، ثم تتعاظم المطالب، وللأسف الشديد حينما يعودوا إلى حل هذه المشاكل تكون المرحلة متأخرة وأن الكلفة أكبر. طيب، سؤال أيضا مهم، لماذا اعتذرت للشعب اليمني عن كل حرف كتبته مناصرا للانفصال؟ لأنه هذا أمر الجميع يسأل، الكل يسأل، فتحي الذي كان متشددا اليوم يقدم اعتذارا، يعني واضح المعالم. القصة أنا كصحفي أرى الوضع في اليمن يتشظى، أرى المظالم التي نحن ثرنا ضدها صارت أبشع. رأيت مثلا أن الناس الذين خرجوا إلى الساحات في قطاعات كثيرة في المحافظات الجنوبية صاروا سجانين، صاروا أشد ظلم من الأشخاص السابقين. يعني الذي كان يعني يدعي المظلومية أصبح هو الظالم اليوم. هذا أيضا ليس في عدن فقط، أيضا في صنعاء، في مارب، في مناطق كثيرة وجدنا أن أطراف كثيرة نالها الظلم، فعلا نالها الظلم خلال فترة من الزمن، استولت على السلطة أو مارست السلطة أو تمكنت من السلطة، للأسف شديد صارت أظلم من ظالميها، وبالتالي حالة التشظي، حالة المظالم هذه في الأخير هي تدفعك أن تعتذر للشعب اليمني، لأن في الأخير إحنا جزء مهم في الإعلام، دفعنا الأمور إلى أن وصلت إلى ما وصلت عليه. أخلاقيا يستوجب عليك باعتبارك عنصر فاعل في مرحلة من المراحل وأوصلت المرحلة إلى ما هي عليه
أن أو ساهمت إليها أو ساهمت فعلا أن تعتذر، أن تكون عندك القراءة يعني الشجاعة الأدبية والأخلاقية أن تقول نعم إحنا في مرحلة من المراحل أخطأنا لأننا كنا نظن أن الحل في يكمن في كذا، لكن الحل لم يكن في هذه النقطة. هذه قراءة للأسف شديد القوى السياسية أبرز هذه المظاهر الذي دفعت بفتح بن أزرق أن يعني ينتقل من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال، نقول هكذا. يعني مثلا الحراك كان يقدم صورة وردية عن الجنوب في حال ما انفصل، دولة مواطنة متساوية، دولة نظام وقانون، دولة مؤسسات، دولة رخاء، دولة عدالة وضعها بين قوسين. خلال 8 سنوات أكثر شيء افتقدنا إليه في المحافظات الجنوبية مثلا وحتى في اليمن بشكل عام، افتقدنا للدولة، افتقدنا لمؤسسات الدولة، فافتقدنا للعدالة. أننا أتنازع أنا وأنت من ثم نذهب إلى قسم الشرطة، يتم النظر أنت من أين أنا من أين، ومن ثم تفصل القضية وفق إطار مناطقي أو سياسي أو حزبي أو قهوي. فهذه أشياء كارثية. رأيت مظالم جدا مفزعة لم أتحدث عنها، ربما سيأتي يوم في زمن ما أكتب عنها أو نتحدث عن جزء منها. صعب، لكن في الأخير المراجعة الفكرية التي تحدث لشخص هي تحدث بسبب أشياء عميقة جدا. هذه الأشياء العميقة قد تكون مظلمة شخص، قد تكون مظلمة أطراف، قد تكون انتهاكات مريعة جدا، قد تكون أشياء كثيرة جدا. كل هذه المظاهر شاهدتها بأم عينيك ولمستها وعايشتها، أليس كذلك؟ نعم، لكنها أبدا ليست متصلة بجانب مادي، لأنه في حتى اللحظة التي أنا أجلس فيها أمامك في هذا الاستوديو أنا لست موظف في أي كيان من كيانات الدولة، وبالتالي لا يستطيع أي طرف سياسي أن يقول، سنأتي إلى هذا الأمر، أن يقول اشرب قليلا من الماء، أن يقول مثلا هذا فاصل. تفضل. لا تفضل، احنا على الهواء ما زلنا. لا هذا لازم يكون فاصل. تفضل. طيب الفكرة هي أن أن القضايا التي شاهدت، يعني هناك ما يشيب له الرأس دفع بفتح بن الأزرق أن يلتفت يمينا ويسرة ويجد نفسه أنه مجبر أن يذهب إلى المساحة الآمنة. هي مشكلة اليمن كامل. يعني أنت في منطقة كنت رمادية نسميها هكذا وذهبت إلى المنطقة الآمنة، إنه الوطن أهم. لا، هي ليست رمادية للأمانة، هي سوداوية ولا سوداوية. بالعكس المشاهد والمظاهر اللي ذكرت. لا بالعكس، أنا أتحدث عن نضال مرحلة الحراك. الحراك كان يرفع مطالب، هذه الذي مطالب جميلة، ومن ثم أنت أيضا وجدتها أنها لا، هي تحولت إلى فعل. المرحلة كانت مرحلة جميلة، شعاراتها جميلة، أدبيتها من أروع ما يكون، لكن حينما جاء التطبيق الفعلي تداخلت أطراف كثيرة، تداخلت أطراف دولية، ظهرت حسابات مناطقية، ظهرت صراعات. عام كم؟ جدا. هذا التحول حصل بعد 2015، لأن في الأخير بعد ما أن تحررت عدن، بعد ما تحررت عدن صار الجنوب يحكم بأيادي جنوبية، صارت المؤسسات جنوبية، صار الجيش أو القوات وصارت المظلمة جنوبية. فصارت الأشخاص التي أيضا تمارس الظلم جنوبية، مارستها بشكل بشع. انقسمت الناس مناطقيا، رأينا معسكرات تبع مناطق معينة، معسكرات تبع مناطق معينة. أنا كشخص حتى لو كنت انفصالي، في الأخير أنا أبحث عن شكل دولة، مؤسسات دولة، أمن، استقرار، يعني الـ 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 يعني أبسط الحقوق الإنسانية حتى. بالضبط، يجب أن تكون أن يترجم الكيان أو الأطراف أو المبادئ السياسية التي طرحها الحراك أن تترجم على أرض الواقع. الحراك مثلا ما الذي طرحه أنه في حال ما سينفصل سيكون هناك جيش وطني مؤسس من كل أبناء المحافظات الجنوبية، ستكون السلطة العامة أو السلطة الوظيفية تتشارك فيها كافة أطراف الجنوب. هذا الشيء لم يحدث بالمطلق. صارت هناك حالة من الإقصاء، حالة من التهميش للأطراف معينة، صرنا نجد معسكر بشكل كامل يتشكل من أبناء منطقة واحدة، معسكر مضاد من منطقة أخرى. بالتالي الفكرة أو المشروع أو النموذج القائم أمامك في هذه اللحظة ليس وطني ولا سياسي، ولا يمكن أساسا أن يوصلك إلى مرحلة إيجابية. ما هو الحل؟ الحل أنك تقول أن هذا المشروع
أو هذه الفكرة أو هذا الإطار الذي يطرح غير قابل للتعايش، غير قابل للحياة. نتيجة. النتيجة الحاصلة أننا منذ 8 سنوات وحتى اليوم في عدن أو في حتى في بشكل عام حتى في مناطق أخرى لم نصل إلى نتيجة معينة، لازلنا حتى بعد 8 سنوات نصارع لأجل ساعة تشغيل كهرباء، نصارع لأجل توفير خدمات، نصارع لأمور كثيرة جدا لم تتحقق. ما عندنا واحد مثلا من صنعاء يحكمنا، ولا واحد من تعز، ولا واحد من مأرب، احنا نحكم انفسنا بانفسنا، فلماذا فشلنا؟ في خلل داخلي. هذا صوت فتحي بن الازرق لوحده بمؤسسته ام ان هناك اصوات شبيهه لفتحي موجوده في الساحه؟ شوف الوضع في عدن هو شبيه للوضع في صنعاء. الناس مثلا في صنعاء ليست مع الحوثي. الناس في عدن ايضا تبحث عن دوله. في صنعاء تبحث عن دولة، ليست بالضرورة تكون مع الانتقالي. لا هي ليست مع الانتقالي وأيضا لكنها ليست مع الشريعة لكي أكون واضح وصريح. الناس افتقدت دولة، تبحث عن دولة، تبحث عن مساواة، تبحث عن عدالة، تبحث عن الدولة التي فقدناها. أنظمة، نعم أنظمة وقوانين. يعني أقول لك أن فعلا الناس بشكل عام في اليمن هم يحنون إلى الدولة التي ما قبل 2011 رغم أن هناك بعض الأخطاء وكثير من الأخطاء لكنها مقارنة بالوضع الحاصل بعد 2011 و2015 لا يمكن المقارنة. الناس حدثت حالة من المراجعة الفكرية، حالة من عدم التعايش مع الواقع. الناس ترفض هذا الواقع الموجود الذي موجود في عدن، في صنعاء، حتى في تعز، في مأرب. كل المشاريع الموجودة حاليا هي مشاريع مشوهة لأنها للأسف الشديد لا تتصل أي اتصال بمشروع الدولة الحقيقية الذي يضمن فعلا مساواة. إذا رحت مثلا إلى مأرب مثلا ستجد أن المشروع إلى حد كبير هو مشروع إصلاحي. إذا رحت إلى تعز ستجده مشروع غير واضح. إلى صنعاء هو مشروع حوثي، إلى عدن هو مشروع مشاريع صغيرة هذه. أي فصار يعني المواطن اليمني الذي ينتمي إلى اليمن بشكل عام لن يجد نفسه في أي من مشاريع. نحن بحاجة إلى مشروع يجمع دولة الجامعة. بالضبط، كل هذه الكتل تذوب، كل هذه الكتل في إطار وطني واحد لا يظلم لا ابن صنعاء ولا ابن عدن ولا ابن حضرموت. ابن حضرموت يدير محافظته بشكل كامل، ابن صنعاء يدير محافظته بشكل كامل، والأخير يدور في إطار منظومة يمنية. طيب. تضم الدولة. أستاذ فتحي، يعني كيف يمكن أن نصف علاقتك وفقا لما ذكرت مع الانتقالي، مع المؤتمر، مع الإصلاح، مع الشرعية أو من يمثل الشرعية اليوم؟ كيف علاقتك بهؤلاء وفقا للحديث هذا، وفقا لهذه الرؤية، وفقا لما تطرحه من كتابات أحيانا فيها غسيل إذا صح التعبير؟ أنا مع الجميع ضد الجميع، بحيث علاقتي بالانتقالي وقيادته للأمانة علاقة إيجابية فوق المتصور. والانتقالي رغم حالة الشيطان الحاصلة له لكن على مستوى قياداته، على مستوى هيئته التنفيذية بأمانة أشخاص جدا أكثر من رائعين، عندهم قبول في الآخر. أنا مثلا كصحفي كمؤسسة إعلامية نعمل داخل عدن، والله عمرنا وحياتنا قد تعرضنا إلا مرة واحدة لمضايقة وكان عمل فردي. صرخة كانت منك يعني وقتها. بالضبط، كان عمل فردي لكن على التوجه. طيب إذا كان هكذا، طيب هذه المظالم من ينفذها، من يقوم بها؟ إذا كانت علاقتك بهذه القيادات وهذه سواء كانت العليا أو الوسطية. بالضبط. جيدة، لكن من يدير عدن؟ من يدير المنظومة في عدن نوعين. المنظومة السياسية جميلة وتناضل فعلا لأجل تحقيق أهدافها، لكن منظومة الصف الثاني أو الثالث أو ربما الرابع هي المنظومة التي جاءت بها الحرب. هذه منظومة لا نسميها ليست جنوبية. نعم، ليست جنوبية وليست شمالية، ولا تؤمن بالوحدة ولا تؤمن بالانفصال، هي تبحث عن مصالحها، وبالتالي في إطار تحقيق مصالحها هي تمارس حالة الانتهاكات. أطراف أفراد أفرزتهم الحرب. أنا أتوقع أن هذه الأطراف صحيح أنها ممكن أنها ترفع علم الجنوب وتتحدث عن الجنوب دائما، لكن هي في الأخير تخدم مصالحها الخاصة. أي لكن أيضا طلب الوضع. أنا أتوقع أن هذه الأطراف أيضا نفس الكلام، القيادات أيضا ترفع علم الانفصال وترفع أيضا وتتحدث عن الانفصال والدولة القادمة وكثير. يعني برضو هذا يتعارض مع توجهك أنت كفتحي بن الأزرق الرجل الوطني اليمني الشامل. لم أفهم السؤال. يعني اليوم أنت تتحدث بأن هذه إذا صح التعبير مخلفات الحرب.
الذي اليوم تبحث عن مصالحها وترفع علم الانفصال وعلم الجنوب وتطالب بالانفصال وتطالب، لكن أيضا القيادات هذه نفسها أيضا هي تعلن صراحة هذا الأمر. ما هي هذه مخلفات الحرب أيضا موجودة في تعز، موجودة أيضا في مأرب، موجودة أيضا في صنعاء. لا أنا أتحدث في جانب الانفصال، يعني هذه أكيد مخلفات موجودة، يعني في تعز أيضا عصابات وأكثر من لا الخارطة، الخارطة القضية هي فقط أن لدينا يعني كانتونات صغيرة نمت في كل محافظة. الكانتون الذي نما في عدن الذي هو للأسف شديد يسيء المشروع الانفصال هو يرفع علم الجنوب. الكانتون المسيء والخارج عن الدولة عن القانون في تعز مثلا يرفع علم الوحدة. الكانتون السيء أيضا الثالث اللي في مأرب يرفع علم الوحدة، الوحدة. أيضا الكانتون السيء اللي في صنعاء هو أيضا يرفع علم ربما الوحدة أو شعار الحوت، شعار الحوت نعم. هذه الكانتونات ليست صاحبة مشاريع أو لا تملك أي مشروع ولا تؤمن أساسا بالمشروع. هي تؤمن فقط أن لديها مصالح ويجب أن تستقر أو أن تستمر. لكن يجب التمييز ما بين المجلس الانتقالي كقيادة سياسية تطرح رؤية سياسية تمارس مهام سياسية وبين قيادات أخرى في صف ثاني أو ثالث تمارس انتهاكات ترتكب أخطاء. أنا أؤمن وأثق أن هذه قيادة المجلس الانتقالي بالذات ليس لها صلة، رغم أنها في الأساس هي يفترض أيضا نحن لا نبرئها، لكن نقول أنه يفترض هذه تتبعها من جميع لا المشهد في عدن بالذات مشهد معقد فوق المتصور، يعني ممكن كل من إيده له كل واحد يعني إحنا عندنا مثلا يقول صيد راسه، فهي المشهد جدا فيه تعقيد كبير يجعل بعض الملفات ترحل. لا نريد أن يعني نخوض كثيرا في هذا، ولكن هناك اليوم وفقا لحديثك وفقا لمواجهاتك المستمرة كتاباتك العميقة، هناك من يقول أنك تعمل مع أطراف متعددة. ما صح هذا الكلام؟ قد يكون أنت لم تذكر لي مثلا علاقتك حتى بالمؤتمر والإصلاح، ولكن قلت هي جيدة مع الجميع، يعني أنا مع الجميع وضد الجميع، ولكن هناك اليوم من يطرح بأن فتحي بن الأزرق يعمل مع أطراف متعددة. ما صح هذا الكلام؟ هي ليست قصة أن صحفي مستقل يعمل مع أطراف متعددة. أطرحها لك بصيغة أخرى، يعني مع أي دولة أنت؟ لا أنا ما مش مع أي دولة بالمطلق، أنا في الأخير كاتب صحفي مستقل أقوم على رئاسة مؤسسة إعلامية. ربما من الأشياء الطريفة أننا المؤسسة الإعلامية الوحيدة في اليمن حاليا التي ستجد فيها الصوت الإصلاحي والمؤتمري والاشتراكي والحراكي والانتقالي والحوثي. الحوثي لا الأمان عشان أكون باقي هذا الحوثي في الأخير هو طرف يمني موجود. إذا التزم بأدبيات السياسة اليمنية مصالح الدولة ورضي أن يكون شريك ضمن كيان سياسي يمني واحد وفق مرجعية الأحزاب، مرجعية الكيانات السياسية اليمنية، في الأخير هو كيان يمني. ما فيش حد، إحنا اليمنيين ما قلناش مثلا أن الحوثيين نزلوا من القمر ولا خرجوا من باطن الأرض، هم أطراف يمنية لكنها شدت عن قاعدة المساواة أو المواطنة اليمنية المتساوية. فتحي بن الأزرق ليس مع كيان سياسي معين أو مع دولة. مع دولة. أنا في الأخير لست منضوي ضمن إطار أي كيان سياسي، حتى المؤتمر الشعبي، رغم أن أنا أقول في أوقات كثيرة أن المؤتمر الشعبي الآن ربما أفضل تجربة سياسية أنتجتها العملية السياسية في اليمن كان المؤتمر الشعبي العام. لكن في الأخير أنا لا أملك بطاقة عضوية. لا أملك بطاقة عضوية لا في الإصلاح ولا في الاشتراكي ولا في الانتقالي ولا حتى في الحراك. طيب حتى الحراك الذي ناصرته سنوات عمري ما انضويت في ضمن إطار مكون معين. أنا كنت صحفي مستقل حتى وأنت تنادي بالانفصال، وحتى أنا أنادي في الانفصال، لم أكن سابقاً عضو في أي مكون حراكي بالمطلق، وأتحدى أي شخص أن يثبت أنني جزء من أي كيان سياسي. ما هذه أنا أحاول أن أكون متماهي مع الجميع. متماهي مع الجميع ليش؟ لأن في الأخير أنا مثلا أنا والمؤتمري نتشارك في أشياء في قواسم مشتركة، يعني هي أنا وصاحب الانتقالي نتشارك في أشياء الإصلاح الاشتراكي، كل الأطراف هذه تتشارك في أشياء. حتى الأنصار الله كانوا كيان سياسي يلاقي حالة من التعاطف، يعني الحراك
كان متعاطف جدا مع طيب سنأتي إلى هذا الإصلاح تفصيلا. كان ينام مع مع الحوثي في خيمة واحدة. هي قصة تشارك. طيب يعني في ظل هذا الحديث وفي ظل ما تطرح أنت لم تجب على سؤالي أنك اليوم يعني تقاتل وحيدا، هل هذا معقول؟ هي القصة أن يعني هناك أمثال فتحي كثير الشعب لا يحبون الظهور مثلا، أنت الوحيد في الواجهة مثلا؟ لا الشعب نعم سمني النخب مثلا أين هي النخب السياسية الاجتماعية الثقافية الوجهات القبلية بما يجري في الجنوب والشمال على حد سواء، يعني تواروا ذهبوا مذابوا أين ذهبوا؟ النخب أولا هي نوعين، أما قمعت أو تماشت مع الوضع. نخبة سياسية موجودة في صنعاء أو في عدن غير راضية بالواقع الموجود، لكنها لا تستطيع أن تتحدث إنها ممكن أن تضيع في أو أن تذهب في شربة ماء. نخب أخرى وجدت أنها الأفضل أن تتماهى فصارت حوثية أو إصلاحية أو انتقالية أو أي طرف من هذه الأطراف. حالة التماهي للأسف شديد أو الخضوع أنتجت ساحة فاضية من أي طرف سياسي يمكن أن يتحدث. جاء هنا دور الإعلام، الإعلام الذي تحدث وفعلا كانت فرصة لنا أن نتحدث، لأن في الأخير الساحة لا يمكن أن تكون خالية من أصوات أنها تنادي مثلا بالسيادة باستقلال البلاد بحماية الدولة حماية مؤسساتها حماية الأنظمة والقوانين بالوحدة الوطنية نعم. الشارع حينما وجد الصوت الإعلامي يتحدث عن هذه الأشياء تلقفه بشكل كبير، قفز الشارع وابتهج بهذه الأصوات أيدها. لماذا؟ مش لأن الشخص فلان وجد من يعبر عنه، لأن الخطاب هذا خطاب وطني، خطاب فيه من الأهمية الكثير. اليوم الناس في اليمن لا يلتفتون لشخص فتحي بالأزرق أو للأشخاص الذين يتحدثون بنفس النمط، هم يلتفتون إلى محتوى الفكرة السياسية والإعلامية. إذا تحدث أنا بكرة بعده عن مشروع آخر أو مثلا عن انقلبت على هذه الأفكار، هل تتوقع أن حالة التهيئة تستمر؟ بالمطلق الناس فقدت الدولة، سقطت في 2011 وتم مواراة جثمانها في 2015، فبالتالي الناس يبحثوا عن هذه الدولة حتى اليوم ويحاولوا بشكل أو بآخر أنهم يتمسكوا بأي صوت إعلامي يستحث فيهم الوطنية، رفض الظلم، محاولة ولهذا يهاجمك البعض. في الأخير الساحة السياسية والإعلامية متعددة الأقطاب، يعني أطراف سياسية موالية لدول أخرى، أطراف سياسية موالية لمكونات سياسية أخرى. كل يعني هناك هجوم أحيانا لاذع لشخصك. أنا قرأت كثير من مقالاتك وأيضا ردود الأفعال وأيضا التعليقات، بعضهم يعني تجاوز حتى يعني النقد، يعني بالاتهامات بأشياء من هذا القبيل. يعني طبيعي احنا نعيش في مرحلة حرب، إلى جانب أن الأخلاق يعني لحد كبير تتضرر خلال مرحلة الحرب، غياب الرقابة أو يعني أننا أقدم شكوى ضد طرف أو شيء منعدمة. طيب إلى جانب التمويل، هناك تمويل كبير فيما يخص الساحة الإعلامية، هناك قنوات، هناك مؤسسات إذاعية، مؤسسات إعلامية تمول سوشيال ميديا نعم. وفي الأخير هو الممول يتحكم بالصوت الإعلامي، ممكن الممول هذا يوجه أنه هاجموا فلان، غضوا الطرف عن فلان، فبالتالي أنت أمام قطيع من الإعلاميين هو ممول لا أكثر ولا أقل. طيب أستاذ الحديد، لو عدنا يعني للحوار الجنوبي الذي حدث مؤخرا، يعني أنت كيف تقيم نتائجه؟ الحوار في الأساس فكرة إنسانية جميلة، أنا وأنت بدل أن لكن أنت علقت عليه بدل أن نتصارع أنا وأنت يجب أن نتحاور. لكن في الأخير اليمن ودعنا نقول المحافظات الجنوبية لديها أكثر من مشروع سياسي. مثلا الحضارم اليوم يطالبون والأول مرة بصراحة وبعلانية بانفصال حضرموت. المهرة لا ترضى أبدا أن تكون جزء من حضرموت. أبين وشبوة في إطار سياسي منفصل، أطراف الأخرى التي الضالع ويافع في طرف سياسي مثلث، في انقسام سياسي موجود في الجنوب، هذا أمر لا يمكن إنكاره. قضية المصطلحات الوطنية الفضفاضة
والحديث عن مشاريع الجامعة هذا شيء اتركه جانبا لأن لديك مشكلة سياسية واجتماعية عميقة. ما الذي يريده الجنوب؟ هذا أمر يخضع إلى تشاور كبير، تقارب كبير بين كل الأطراف، محاولة دمج المكونات السياسية أو العسكرية. لم تنضج الفكرة بعد؟ لا، هي الفكرة كلها ناضجة، لكن في الأخير لا نستطيع مثلا نقول أن الجنوب عن بكرة أبيه يطالب بالانفصال أو يطالب بالوحدة أو يطالب بالفيدرالية. الناس لديها أكثر من مشروع متوجسة. وفي الأخير أيوة، أن الناس، في ناس بأمانة يطالب بالانفصال، في ناس متمسكين بالوحدة، لكنهم ليسوا كل الجنوب. لا بالمطلق، المشاريع هي في الأخير ستخضع للتقييم الشعبي، ما الذي يريده الناس أو ما الذي في الأخير، وهي بأمانة، ما الذي يريد فرضه المجتمع الدولي. المجتمع الدولي اليوم إذا المجتمع الدولي في بياناته، في قراراته، أيوة، في إعلاناته، إذا أصر مع الوحدة اليمنية ومع سيادة اليمن ووحدة أراضيها والمجتمع اليمني الواحد. بالضبط، الحوثيين انقلبوا على الدولة في 2015 وامتلكوا معسكرات الجيش عن بكرة أبيها. هل استطاعوا مثلا الاستيلاء على كافة المناطق اليمنية؟ لم يستطيعوا، لأن المجتمع الدولي في الأخير تدخل إلى جانب إرادة شعبية فرفضت الفكرة. الانفصال لن يفرض بالقوة، هذه نقطة أساسية يجب أن التأكيد عليها، أنه لن يحدث أي انفصال بالقوة، رغم أنه أساسا على أرض الواقع. هل نتيجة الصراع المناطقي في الجنوب الانفصال موجود أستاذ فتحي؟ هل أيضا من خلال ذلك، من خلال ما تطرح يعني، هل من منطلق مثلا خوفا من الصراع المناطقي في الجنوب؟ الصراع المناطقي في الجنوب موجود، هذا أمر لا يمكن إنكاره بالمطلق، لكنه أيضا يشبه بشكل أو بآخر الصراع المناطقي في صنعاء ما بين الهضبة والمناطق الأخرى. عندنا مشاكل مش بهذا التصادم الذي يعني. عندنا مشاكل في اليمن متشابهة بشكل كبير. منطقة المشكلة الحاصلة في الشمال فيما يخص المناطق الأخرى بسبب غياب العدالة بين فئات مجتمعية كثيرة. عندنا صراع مناطقي أيضا في الجنوب هو بسبب غياب الدولة ومؤسسات الدولة الجامعة. لماذا عاد الصراع المناطقي في الجنوب بعد إن كان قد الأمانة تخلصنا منه بشكل كبير؟ لأن أطراف معينة أو الطريقة التي أدير بها المشهد في الجنوب بعد 2015 كانت خاطئة. جيئة وشك مثلا تم تشكيل معسكرات تمثل لون واحد؟ أي جيئة تم تشكيل المعسكرات، يعني بصراحة تم تشكيل المعسكرات مثلا معسكر هذا من ألف، هذا من باء، هذا من جيم، فرز فظيع جدا. حالة الفرز هذه تخلق مشكلة من العدم، يعني أن أنا أجي مثلا أبناء منطقة وأعملهم في معسكر وأبناء منطقة في معسكر، لكن أنا لو جبت معسكر وخلطته من أبناء كل المناطق، أنا هنا يعني ألغيت عناصر التوتر بشكل كامل. المخرج، الأطراف الدولية، سميه ما شئت، هي من حاولت أججت أو أعادت موضوع الصراعات المناطقية إلى الواجهة. ربما الأهداف مرحلية، رفعت وتيرة الانفصال، سيتم تخفيضها لاحقا، هذا أمر ستتضح خلال السنوات المقبلة. لكن النقطة الأساسية أن كل هذه الإجراءات من الفساد، من نهب الأراضي، من الفوضى الحاصلة في المحافظات الجنوبية، من الفرز المناطقي المقيت، يوضح ويؤكد أن التوجه لم يكن لتأسيس دولة جنوبية، لأن تأسيس الدولة الجنوبية كان له طريق آخر، هو إيجاد مؤسسات الدولة، إيجاد جيش يتشكل من كافة أبناء المحافظات الجنوبية، إيجاد شكل حقيقي له أهداف للدولة. لكن النموذج على الأرض يعني حتى لو بعد ألف سنة ما بتوصل له بشيء، ما لا يمكن يوصلك إلى نتيجة، لأنه بعد ألف سنة أنت أساساً حتى أنت لو رايح فعلاً للانفصال، في الأخير أنت تريد جيش وطني من كل المحافظات، تريد مؤسسات دولة يتشارك فيها كل أبناء البلد نقول، أو كما كانت في الوحدة، دولة الوحدة هي ما كانت عامرة بهذا الأمر. بالضبط. طيب، لكن حتى المؤشرات ما هيش نستغل وجودك أستاذ فتحي يعني، ولكن على ضوء الحديث أو على ضوء ما ذكرت يعني، في الوقت الذي مثلا أنت تقول أن هناك صراع مناطقي ولن يستقيم الحال وفقا لهذه المعطيات التي ذكرت يعني، لكن لماذا يهرول البعض من المناطق الجنوبية للانضمام إلى المجلس الانتقالي؟ هل هو مثلا هروب إلى الأمام أم أسباب تسويات أخرى يخشونها؟ حالة الفراغ يعني، اليوم مثلا نعرف أنه مثلا المثلث المعروف يهرول إليه من مناطق أخرى، من شبوة، من أبيان، من مناطق أخرى. أكيد. في الأخير المجلس الانتقالي كيان سياسي، هو يتحدث في أدبياته وأنه كيان جامع لكل الأطراف.
أنا كمواطن، أنت كمواطن، فلان كمواطن، هو بحاجة إذا كان مثلا ضد المجلس الانتقالي هو يريد كيان سياسي آخر أيضا ينضم فيه يمارس نشاطه السياسي يعبر عن أراءه. المرحلة أو الساحة السياسية في المحافظات الجنوبية منذ 2019 حتى اليوم مرحلة شاغرة من أي كيان سياسي آخر. هل الشرعية موجودة مثلا؟ لا، هناك هل معين مثلا والأحزاب الأخرى الموجودة والكيانات التي غير موجودة منضوية تحت الشرعية غير موجودة وغير فاعلة وغير نشيطة بعكس المجلس الانتقالي، مجلس حاضر. إذن هروب للأمام، مجلس فاعل. لا هو غياب هذا الغياب مثلا أيضا وهروبا لا هو غياب الأطراف الأخرى، يعني الأطراف السياسية الأخرى غير فاعلة، همشت حوربت. اللون الواحد الموجود الآن هو هذا، ويجب أن نحن ننضوي تحت هذا اللون بالضبط هكذا. رغم ها المجلس الانتقالي عنده فرصة تاريخية لن تتكرر، وهي فترة أن الأطراف السياسية غير فاعلة، الأطراف السياسية الأخرى غير فاعلة على الساحة في المحافظات الجنوبية. هناك نشاط للحرارة يعني صدر فعاليتها صدرت يعني بشكل أو بآخر. هناك حراك دولي أو تحرك دولي هو كما ذكرت، يعني أطراف أخرى بتلعب في هذا بالضبط، أزاح الأطراف السياسية الأخرى. طيب، وفتح المجال. طيب أستاذ فتحي، يعني هل ما يزال العابرون من الشمال إلى الجنوب والعكس مصلوبون على الحواجز الأمنية؟ إلى حد كبير نعم، رغم أن في عدن أنا عجبني السؤال هذا فاخترته سؤالا في عدن التجربة الأمنية إلى حد كبير ترشدت، يعني متى هذا؟ ترشدت خلال السنوات الأخيرة. هذه الأفعال في أخطاء، لكن للأمانة هي ليست بمقام أخطاء 2016 17 18 وحتى 19. ربما من خلال ممارسة الدولة، ممارسة نشاط الدولة، يترشد السلوك، يترشد المنطق. في الأخير المواطن الذي سيسافر من صنعاء إلى عدن هو لا زالت هناك شكاوى يا فتح. نعم، بس لكنها يعني هؤلاء عابرون ويفترض أنه آمنون. أنا أقارنها بما سبق، المستوى أقل والحالة أفضل. متى تنتهي؟ وأتمنى أنها يستمر التحسن، خصوصا مع تعيين مدير أمن شعيبي، رجل عاقل ومتزن ومارس الدولة، شغل مناصب سابقة في الدولة، وبالتالي عنده فكرة عن صحيح. التعايش تمام. يعني خفت جدا، يعني الآن نستطيع أن نقول أن العابرون عبر من الشمال إلى الجنوب والعكس. هي في الأساس أنا كنت لن يكونوا مصلوب. أنا كنت أسافر من عدن إلى صنعاء الساعة 7 الصباح 6:30 وتغدي في صنعاء. تخيل طوال هذه الرحلة ما في أي نقطة تعترض توقفك أو حتى تسألك. فبالتالي إحنا يعني نقول أن هذا الصورة إيجابية، لكن في الأخير هذا وطن واحد، الناس يجب أن يسافروا. أيضا القصة ليس قضية المجلس الانتقالي فقط، الحوثيين أيضا ينكلوا بآلاف المسافرين القادمين إلى صنعاء. هذه اللي ظهرت على السطح. نحن عندنا في اليمن يعني ربما لأنها ظهرت على السطح، يعني هناك أسماء يعني السنباني وغيره. أيضا على الجانب الآخر الحوثيين يفتشون الهواتف، يعملون فرز كبير. طبعا هو هذا وجهين العملة واحدة. نعم، إحنا عندنا الممارسات. مشكلة في صنعاء ومشكلة في عدن، حالة الفرز هذه للأسف شديد بسبب غياب الدولة، رغم أن لعلمك أصحابنا في عدن كان يفترض وكانت لديهم فرصة تاريخية بعد استيلاء الحوثيين على صنعاء أن يستقبلوا المستثمرين، أن يفتحوا أبواب الاستثمار في عدن، أن يستقلوا رؤوس الأموال الهاربة من مناطق سيطرة الحوثيين ويستثمروها داخل عدن. كانت ستتحول عدن، فرصة الوجه سيتغير في عدن، كان فرصة تاريخية لن نعم. تتكرر. لكن أيش السبب؟ السبب أنها أديرت الأزمة أو أدير المشهد بعقلية متشنجة متطرفة. ربما واحدة من أسبابها أن الناس أيضا كانت خارجة من حرب، كانت مجروحة، ومن ثم خلال هذه المرحلة يعلو صوت الأطراف المتشددة على المشهد. لكن أنا أقول لك أن الوضع اليوم في عدن بالذات إلى التحسن، يتحسن إلى التحسن. طيب أستاذ فتحي، إلى متى أستاذ فتحي، إلى متى تستمر الشرعية مجرد ضيف عند المجلس الانتقالي في عدن؟ احنا فقدنا الدولة في 2011، ما يحصل اليوم، ما حصل في 2019، ما حصل في 2014 حينما سقطت صنعاء بيد الحوثيين، هو تحصيل حاصل لضرب
عمود الدولة في 2011، كانت الضربة الأساسية والقاصمة للدولة في 2011، ثم استمر استنزاف الدولة. هي أشبه بهرم تآكل، فوصلنا في هذه اللحظة إلى الحجر الأخيرة من الهرم. يعني الوضع الحالي للدولة ليس قضية المجلس الانتقالي أنه ابتلع الدولة فيها، لا، الدولة سقطت. سقطت سابقا في 2011، ضربت في 2015، دخل الحوثي إلى عدن، هاجرت الدولة إلى خارج اليمن. خارج اليمن كيف تدير دولة طوال سنوات عديدة من خارج البلد؟ عبث بالموارد الاقتصادية، عبث بالوظائف، بالجوازات، كل شيء تتخيله. بالتالي جاء المجلس الانتقالي مثل ما جاء الحوثي إلى صنعاء. شيء طريف أن الشرعية هيئت الوضع الحوثيين من 2011 إلى 2014، فجاء الحوثيين وابتلعوا. نفس القصة تكررت، انتقلت إلى عدن، كان يفترض أنها تتعظ من الوضع الحاصل في صنعاء، لكنها للأسف شديد كررت نفس النموذج. الانتقالي ابتلع الشرعية بشكل كامل. إذن لا نستغرب بأنهم مؤجرين يعني أماكن لإدارة أعمالهم في عدن، يعني عبارة عن ضيوف مثلا. هذه نتيجة طبيعية كم 11 سنة أو 12 سنة من العبث بالدولة. يعني نأتي إلى 2011، أنت ذكرت 2011 سأتي إليها، ولكن في أمر ملح الآن. مثلا سؤال، هجوم بازر على البحرمي عضو المجلس الرئاسي على معين عبد الملك رئيس مجلس الوزراء مؤخرا، يعني كان هجوم واضح وصريح، هل هو مثلا بداية لتصحيح هذا الأداء للحكومة أو يعني عكس؟ شوف لها مآرب مثلا أخرى. الحكومة الحالية لن تنجح بالمطلق، والحكومة القادمة في ظل حالة التشارك الحالية أيضا لن تنجح. يعني لو جبت مهاتير محمد وأعطيته منصب رئيس الوزراء لن ينجح لسبب بسيط، أن الأطراف متضادة، الأطراف كل طرف يحمل مشروع آخر. صاحب الشرعية يقول لك أنا ما بقدرش أشتغل، خلينا أنهب أو أمشي أموري. صاحب الانتقال يقول لك هذه الحكومة مش حكومتنا، نمارس نفس سوء الإدارة الذي يمارسه صاحب الشرعية. لكن هناك حالة التشارك، هذه حالة سيئة جدا. وبالتالي الهجوم الأخير سواء كان من أبو زرعة أو غيره هو يعني محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، رغم أن أنا أرى أنه لن يستطيع. هناك من يرى بأنها مآرب أخرى وراء هذا الموضوع، يعني هناك نوع من في الأخير كل الأطراف لها أجندتها، لها توجهاتها. فساد الحكومة، التوقيت أيضا ما تنساش، ما هو أساسا فساد الحكومة ما هوش يعني لو أنه أي صحيح أنه مظالم وصرخات كثيرة للمواطنين فيما يتعلق بالتنمية، يتعلق بالخدمات، ما يتعلق بأشياء كثيرة. الحكومة فاسدة من أول يوم. فأنت تجي بعد 3 سنوات أو 4 سنوات أو 5 سنوات تجي تقول لي هذا الرجل فاسد، طيب إيش هو كان يعمل خلال 6 سنوات؟ إيش كان مثلا؟ وأحد من رفع الشعار إسقاط الدولة. في الأخير أيضا رئيس الحكومة يجب أن يكون أما رجل قوي أو رجل قادم من حزب قوي أو رجل لديه مشروع سياسي يريد فرضه. كان بندغر قبل معين صحيح في اختلالات مالية، في فساد، في ذا، وهذه أمور شكل الدولة تعاني منها على إلى ما قبل بندغر، لكن في الأخير حاول الرجل أن يصنع للدولة حضور، يصنع للدولة هيبة، يصنع للدولة مكانة. جاء معين في الفترة اللاحقة. هل معين وحده يتحمل المسؤولية؟ هو في الأخير نعم، يعني أنا أعينك مدير مؤسسة، اللحظة التي تقبل فيها قرار أن تكون مدير مؤسسة أنت مسؤول أمامي وأمام لكن كل الناس أنك في أدوات هو يفقد هذه استقيل الأدوات. لا تقبل يعني أنك تجي رئيس وزراء ثم تجي تقول للناس يا أخي لا أنا ما كانش بيدي الأمر. مش طيب أنت إيش تعمل 6 سنوات؟ يعني 6 سنوات أو 7 سنوات، يعني داخلين الآن في السنة السابعة. إذا أنت مش قادر من أول شهر كثيرة أكتب ورقة استقالة وقول للناس أنا مش قادر. أعطيك مثال بسيط. عندنا في عدن في كان مدير عام مديرية اسمه أحمد المحضار، تولى إدارة مديرية صغيرة، تخيل أدارها حوالي 8 أشهر. بعد 8 أشهر عمل بيان استقالة، رغم أن المديرية من أجمل وأكبر مديريات الموارد المالية، كتب استقالة بسيطة أنه أنا لا أستطيع الاستمرار في مهام عملي كون الوضع لا يسمح، ولا أنا أستطيع أن أتحمل مسؤولية الناس بسبب الفساد الحاصل.
رجل احترم نفسه. تخيل بالله عليك أن معين بعد شهر أو شهرين أو حتى سنة خرج للناس وقال في بيان رسمي أنه تدخل، خاصة وأنه يعني في 2011 كان من يطالب بإسقاط النظام نتيجة لإصلاح وضع الناس، لإصلاح وضع الناس وأشياء من هذا. أنا كتبت في مقال أن معين خرج والدولة قائمة على سن ورمح، وفوق هذا قال معين للناس خاطبا فيهم يعني ما بالكم صامتون، والوضع جيد والوضع إيجابي، الوضع الرواتب وضع مزدهر أو على الأقل نقول وضع أفضل من الوضع الحالي. طيب هو وصل إلى مرحلة لا يستطيع تقديم شيء فيها، وفوق هذا هو متمسك بالمنصب، يعني حالة هو غريبة. متمسك بالمنصب أم هناك من يريد له الاستمرار؟ ما في حد يستطيع أن يفرض عليك أن تبقى في إطار طيب المنصب الذي تريده. احترم نفسك وقتنا وغادر، انتهى وقتنا. تخيل إذن لنا لقاء آخر وجزء آخر، لأنه في قضايا مهمة جدا لابد أن نطرحها، وأرجو أستميحك يعني المشاهد سينتظرك في حلقة قادمة إن شاء الله. طيب تسمح لي بذلك؟ على طول. طيب إذن هذا هو فتحي بن الأزرق بالصوت والصورة، كان معنا في هذا الحوار الصريح والشفاف، وأيضا وعد بحلقة أخرى ثانية لأن هناك تفاصيل نحتاج إلى وضع النقاط على كثير من الحروف. ختاما نقول نحن جميعا مسؤولون عن وطننا ومستقبله، نحن جميعا نستطيع أن نحقق التغيير إذا تعاوننا وعملنا بجدية. لا يمكن التخلي عن وطننا ولا يمكننا التخلي عن بعضنا البعض، يجب علينا الوقوف معا والتحرك نحو المستقبل رغم كل الصعوبات والتحديات التي قد تواجهنا. فلنعمل معا لإصلاح وطننا، لنحرك الجبال إذا لزم الأمر. فالمستقبل ليس محسوما بل يتوقف على ما نفعله اليوم وغدا وبعد غد، فلنتحد فقط ونعمل بجد ونجعل وطننا يستعيد بريقه وكرامته وقوته. هذا أنور لاشول، أحييكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة أخرى مع فتحي بن الأزرق في الجزء الثاني. كونوا معنا.